أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. المشاهدين من جديد برحب بحضراتكم ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية، ونحن الآن نبث من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي. طبعا الكرمة بتبث على 14 قمر اصطناعي بيغطوا 98% من الأرض، وأصلي أن الرب يبارك الجميع من يشاركنا من يشاهدنا، وأيضا يبارك الكبار والصغار. وإذا شخص أو أي إنسان من حضراتكم عنده أزمة بصلي من كل قلبي أن الرب يمنحكم الفرج القريب القريب، ولا تكونوا إلا راضيين وفرحين باسم الرب يسوع المسيح. حلقة هذا اليوم أحبائي بعنوان العالم سيتقدم من رديء إلى أردأ. العالم الحاضر، الناس بتتوقع أنه سيكون هناك أمور أفضل في المستقبل. بالحقيقة الكتاب المقدس قال أنه العالم سيتقدم إلى الأردأ، وأيضا الأحداث التي نراها والأخبار اللي نسمعها منشوف أنه العالم، وهناك خطة حسب ما بيقولوا كمان أنه العالم رح ينزلوا عدد سكانه يعني من حوالي 8 مليارات إلى مليار نسمة. طبعا السلطان بيد الرب، لكن هذا الفكر الشيطاني موجود بعقول النخبة اللي هم طبعا حاكمين هذا العالم بحسب الظاهر. لكن طبعا فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى الله فوقهما. الله موجود، لكن بالشكل العام للأسف العالم مش رح يتقدم إلا إلى الأردأ. العالم بحالة هيجان، ثورة، العالم قائم كله على بعضه، وفي تمرد عند الناس كبشر. يعني الإنسان بطبيعته صاير متمرد. كانت قبل الناس عندها خوف الله، كان عندها نوع من خضوع، احترام للآخر، احترام للأشيب وهكذا. حاليا بتشوف تفكك العائلي، الأفراد بحالة ثورة، قايم على نفسه، مش راضي على نفسه، مش راضي على الحكومة، مش راضي على حد. فالرب يعيننا ويساعدنا. الأيام اللي جاي مظلمة كما قلت، بس الرب صالح والرب موجود، والرب إذا كان معنا، الرب الكتاب المقدس بيقول إن كان الله معنا فمن علينا. نحن ما منخاف كمؤمنين، بس أنا عم حط الصورة، صورة العالم الحاضر للناس العاديين. لكن بالنسبة للمؤمنين، وإن كان في العالم لنا سيكون ضيق، لكن نحن نثق إنه مسيحنا قد غلب العالم. بنعمة الرب معي بالاستوديو الأسيس الفاضل الأسيس فايق اسكندر، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية في بونداي في سيدني أستراليا. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. أهلا بك يا أسيس جون، ربنا يباركك. الرب يباركك، بقالك فترة مش معنا، كنت مشغول برعاية الكنيسة، بس نشكر الرب من جديد باك تو نورمال. نشكر الرب يباركك يا محبوب. أهلا وسهلا بحضرتك. نشكرك. ورح يكون معنا بنعمة الرب الأسيس الفاضل الأسيس نبيل زخاري على زوم، وهو أيضا راعي الكنيسة المشيخية بتونجابي وطبعا بسيدني طبعا، لكن حاليا بعد ما تواصل معنا، لكن حيتواصل معنا بعد قليل على الزوم. وأيضا بنعمة الرب الأسيس الفاضل يوسف ميخائيل رح يكون معنا بعدة مكالمات على الهاتف. حاليا هو سافر على مصر، ورح يطلع معنا من مصر بدل ما يطلع معنا من بيرث أستراليا. فنشكر رب خدام مباركين، بصلي من كل قلبي انه ربي بارك حضراتكم. بتحب تقلنا شوي صغيره هيك مقدمه حول هالفكره اللي انا طرحتها، اذا بتحب توسعها لو سمحت. اوكي، يا زي ما حضرتك قلت يا سيس جون، العالم يتقدم من رديء الى أردأ. نعم، هو في الحقيقه يظن البعض وبيفتكر وبيرجو يس ان الله سيرسل نهضة عارمة شاملة تعم العالم كله. Yes. والعالم هيتقدم من جيد إلى أفضل. لكن في الحقيقة هذا لن يحدث. Yes. ما حصلش في تاريخ الكنيسة كلها ولا في تاريخ الشعب القديم. إن الله، شعب الله في العهد القديم، أقصد شعب إسرائيل، أو في تاريخ الكنيسة المسيحية. Yes. إلى وقتنا الحالي لم يحدث أبدا أن الله أرسل نهضة شاملة تعم العالم كله. ما حصلتش. ما حصلتش.
عايزني أوسع شوية؟ أوكي. من البداية في الحقيقة الله خلق الإنسان على صورته في البر وقداسة الحق. من البداية زي ما بقول الرسول في رسالته إلى أفسس. لكن بسرعة الإنسان فسد، الإنسان سقط وفسد بدءا من آدم وحواء. في سفر الجامعة أصحاح 7 عدد 29 بيقول الله صنع الإنسان مستقيما أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. اختراعات هنا مش المقصود بيها اختراعات علمية مفيدة زي تكنولوجيا وغيره، زي ما احنا بنستخدم حاليا التكنولوجيا للإذاعة، لكن اختراعات هنا هي evil schemes or evil intentions، أمور يعني شريرة. أمور نوايا ومخططات شريرة. نوايا ومخططات شريرة. لو بصينا للتاريخ المقدس، تاريخ التاريخ في الكتاب المقدس من البداية إلى حتى وقتنا الحاضر، أول أبناء آدم صار قاتل. آدم كان مخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق. لكن أول أبناء آدم صار قاتل. شيث ابتدأ يعبد الرب هو وعائلته. شيث وابنه أنوش وعائلته ابتدأوا يعبدوا الرب، لكن بسرعة نسل شيث ضل عن الرب. والعالم صار في شر عميق لدرجة أن الله اضطر أن يدمر العالم بالطوفان أيام نوح. الله اختار نسل إبراهيم، وزي ما احنا عارفين الرب اختار إبراهيم ووعده بالأرض، بأرض الموعد، والرب أخرج شعب إسرائيل نسله من أرض العبودية، كانوا مستعبدين في أرض مصر. لكن حالا وقت قصير بعد ما عبروا البحر الأحمر، في وقت قصير حالا عبدوا، صنعوا عجلا ذهبيا وعبدوا وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. لما نيجي لتاريخ الكنيسة في العهد الجديد، تاريخ الكنيسة المسيحية، الكنيسة المسيحية بدأت بداية عظيمة جدا في أيام الرسل وحتى إلى القرن الثالث الميلادي، لكن بسرعة انحدرت الكنيسة وارتدت عن الرب لدرجة لم زي ما نعرف من التاريخ موضوع سكوك الغفران، إلى أن جاء المصلحون القديسون، الرجال الإصلاح القديسين في القرن 16. لما نبص على الكنائس حاليا، كل كنيسة، كل طائفة جديدة، في مثلا لو أخذنا الكنائس، الطوائف اللي بدأت في كنائس الإنجيلية اللي بدأت في مصر مثلا على سبيل المثال، كل كنيسة تبدأ كويس لكن سرعان ما تضعف. يروح الرب يبدأ يرسل another denomination، مذهب آخر، تضعف. الرب يرسل مذهب آخر حديثا في، لكن برضو ضل يشتغل على الموجودين حتى، يعني رب ما بيتركش شعبه. يعني في نفس الوقت في قديسين مباركين، الله لم ولن يترك نفسه بلا شاهد في كل وقت. في قديسين أمناء وحاليا في قديسين أمناء في لبنان وفي مصر وفي أستراليا وفي وسط الشعب الأسترالي في أمريكا اللي فيها خراب كبير. أنا قصدي حتى الطوائف، أنه الرب بيشتغل على الطوائف، ما بيتخلى الرب عن شعبه، بدل يشتغل علينا في حتى لو ضعفنا ما بيتخلى عنا، بيقول بيبتدي شيء جديد وبيترك القديم، بدل يشتغل، بدل يتابع وبدل يلاحق من مراحمه. أشكرك يا أسيس جون. أنا لا أعني هذا بالطبع، لكن في كل وقت حتى الطائفة اللي ضعفت عامة فيها أمناء كتار. والرب شغال بالأمناء، وحتى اللي ضعفوا في الأمانة الرب بيصحيهم، ما بيسيبهمش. حديثا بدأت نهضة بعد سنة 2000، نهضة حلوة في مصر، وفي كنائس كتير في مصر كانت مقفولة أو كادت إنها تقفل، لكن دلوقتي اتملت بمؤمنين. بدأت نهضة حلوة، لكن عايز أوصل رسالة، اسمح لي أسيس جون، عايز على قلب رسالة أوصلها لخدام الرب، إخوتي، أنا خادم للرب من مصر، مصري.
وعايز أوصل رسالة لخدام الرب في مصر على قلبي، وحاسس ثقل من قبل الرب على قلبي أن أقول هذه الرسالة. Yes. خدام الرب، يا خدام، يا أمنا، يا اللي بتحب الرب، الرب مش السامعين والشعب والناس في الكنائس أو برا الكنائس محتاجين يسمعوا كلمة الرب، مش محتاجين يتفرجوا على ثياب مزركشة ملونة ومنقشة وأرواب بألوان. الشعب محتاج أنه يسمع كلمة الرب. إحنا محتاجين نشد الشعب إلى كلمة الرب وإلى الرب يسوع المسيح، مش إلى ملابس. الرب يدينا نعمة علشان كخدام للرب نكون أمنا. أنا على قلبي من فترة عايز أوصل هذه الرسالة إلى خدام الرب الأمنا في مصر، لأنها ظهرت الظاهرة دقيا حديثا في مصر. يا خدام الرب الأمنا، انتبهوا إلى توصيل رسالة الإنجيل، رسالة الخلاص إلى الناس. ما تدوش فرصة للناس يتفرجوا على الملابس، اديهم فرصة علشان يسمعوا كلمة الرب. فنرجو أن الرب يباركنا ويرسل نهضة نعيش أمنا، والرب يرسل نهضة بينا. أوكي. أمين. أشكرك جدا يا محبوب. طبعا أنا راح أتواصل أحبائي مع خادم الرب الفاضل الأسيس نبيل زخاري، بس يبدو أنه معانا صوت حاليا بعد مش ماشي موضوع الزوم، مش عارف ليش. أسيس نبيل، عم تسمعني حضرتك؟ أسيس نبيل، أسيس نبيل، يبدو أحبة أنا مش والأسيس يوسف، تحية محبة لكم أحبائي. الرب يباركك يا محبوب. أهلا وسهلا بحضرتك وشرفت البرنامج. تعيش، أشكرك. الرب يباركك. مش عارف الزوم مش ماشي الحال معاك. لا الحقيقة مش عارف، عملت عدة محاولات مع الأحباء في غرفة الإخراج لكن مش ضبطة، حتى ما قدرتش أسمع المقدمة اللي تفضل بها الأسيس فايق. قدرت تسمع المقدمة يعني اللي أنا اللي حطيتها شوية في البداية ولا لسه؟ يعني يدوب دلوقتي دخلت، ما عرفتش إيه اللي غطته لغاية دلوقتي. احنا كنا عم نتكلم أنه العالم طبعا يعني من رديء إلى أرداء، والعالم ما فيش أمل أنه يتحسن في المستقبل كما يظن البعض. في ناس كتير بيقول لك أنه ربما الحكومات المتقدمة والعالم الحر يقود العالم إلى أفضل. بالحقيقة نحن عم نشوف أنه العالم الحر عم بيقود العالم إلى كيوس، إلى خراب، إلى 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 فوضى أخلاقية روحية من كل وجه. فإيه اللي بتحب تقلنا إياه لو سمحت في البداية؟ يعني فعلا زي ما ذكرت حضرتك إنه الأوضاع فعلا مؤلمة ومزرية. يعني لو ما كانش الرب في قلوبنا وفي وسط الكنيسة كان الحال فعلا يعني بكل المقاييس قاتم جدا. لكن احنا نشكر ربنا ان احنا ككنيسة لسه عندنا نور الرب في وسطنا وهو في وسطها، فلن تتزعزع زي ما بيقول الكتاب، لكن محاطين بظلمة. وان كنا احنا في النور في دواخلنا في الكنيسة وفي قلوبنا في علاقتنا مع الرب، لكن محاطين بظلمة، والظلمة بتزداد سوء، وزي ما ذكرت حضرتك من سيء إلى أسوأ، والأفاضل قالوا، والناس عايشين في نقدر نقول في غفوة، في سكرة الموت، وبيحاولوا يخدروا ضميرهم وبيتناسوا إنه في يوم للحساب، في يوم هيقفوا فيه قدام كرسي الدينونة، قدام كرسي المسيح، وبيحاولوا يعني يغروشوا إنجاز التعبير، يعني يغروشوا على الموضوع ويطمنوا بعض ويقولوا معلش سلام سلام، زي ما بيقول في تسالونيك الأولى أصحاح 5 الرسول بيقول إن هم بيحاولوا يطمنوا بعض ويقولوا لبعض سلام 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 وأمان، لكن في اللحظة دي هيأتيهم الهلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وده بيذكرنا بالواقع اللي كان بيمر به الشعب في القديم على عهد إرميا النبي، لما كان الرب بيبعت لهم من خلال إرميا رسائل تحذير وبيحاول يوقظ ضمائرهم ويفوقهم على
المصير المحيق بهم المرعب. ولكن الكهنه والانبياء انبياء الكذبه كانوا بيلاطفوا الشعب، بيقولوا لهم لا ما يهمكوش، لا الدنيا رواق والدنيا حلوه وما فيش اي مشاكل، وخليكم زي ما انتم، كلوا واشربوا وانبسطوا وعيشوا وبيعوا واشتروا واتجوزوا وسافروا واستمتعوا بالحياه، وما فيش حاجه اسمها غضب ولا دينونه ولا تأديب إلهي. فللأسف يعني خدروا الشعب على عثم، وجه وقت القضاء، وزي ما بنعرف في التاريخ بيقول لنا والكتاب بيقول لنا أكيد أنه جاء القضاء وجم ممالك بابل وأشور ونزلوا بالقضاء على الشعب وبطشوا بيهم وأهلكوا الكبار والصغار والأطفال والأبرياء وأكلوا الأخضر واليابس وحرقوا المدينة، ويعني كان شيء فعلا مرعب. لم يتعظ الشعب، ولغاية النهاردة الناس مش بتتعظ، إنه حصلت في الماضي، الرب عملها في الماضي وهيعملها تاني في المستقبل، زي ما بيقول لنا الرسول في رسالة تسالونيكي إن هيأتيهم الهلاك بغتة. لكن للكنيسة الرب بيطمن الكنيسة وبيقول أنتم لستم من ليل ولا من ظلمة، إحنا بقى من الفريق الآخر المستعدين اللي مفروض نكمل في سكة الاستعداد والسهر الروحي، ونبوق برسالة الحق والإنجيل بكل جهارة بدون استحاء ولا بدون خوف، نعلن الحق بكل جهارة وبكل اتضاع كمان، ونكمل في سكة القداسة، مع العلم أنه طبعا بيقول في رسالة رؤية آخر أصحاح من سفر الرؤية أنه النجس هيتنجس أكتر، لكن القديس هيتقدس أكتر والبر هيتبرر أكتر. فالعالم ماشي في السكتين، سكة الفساد والهلاك من جهة، لكن من جهة تانية ككنيسة احنا رب بتوقع مننا نستمر في سكة القداسة ونعلن الحق، والرب من خلال الكنيسة حتى وإن كانوا أقلية الأتقياء، لكن الرب من خلال الأقلية الرب بيكمل شغله وبيتمم مقاصده وبيجيب الخراف الضالة وبتكتمل العروس. وإحنا ككنيسة بنعيش الأيام الأخيرة دي وإحنا رافعين رؤوسنا لأن نجاتنا تقترب. فالرب يدينا أن احنا نكون ساهرين وواعيين على الأمور الروحية دي، ويكون نقوم بدورنا ككنيسة في إعلان شأن الإنجيل ونبوق برسالة محبة الله للناس والحاجة المس إلى التوبة والرجوع إلى الله. أمين. أشكرك أسيس. رح نجرب نبعث لك رابط تاني للزوم حتى تقدر تدخل معنا على الزوم إذا أمكن لو سمحت في مجال. بكل سرور. ياريت حضرة المخرج حضرتك عم تسمعني، لو في مجال من الفريق اللي مع حضرتك نبعت كمان رابط تاني للأسيس. أسيس ياريت تتواصل مع الكنترول روم وتعطيهم البيانات حتى يتواصلوا مع حضرتك. ربي باكاك. مش عارف إذا كان حضرة المخرج معنا الأسيس يوسف، يوسف ميخائيل معنا طيب نشكر رب. أسيس يوسف ربي باكاك، الحمد لله على السلامة، وصلت على مصر بالسلامة. أسيس يوسف، طيب أنا مش سامع حضرة المخرج. أوكي أسيس يوسف عم تسمعني؟ طيب ألو أسيس يوسف عم بسمعك، تفضل. الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حضرة الأسيس، شكرا لاهتمامك ومحبتك، وبشكر رب لأجل الحلقة الجميلة وكل الحلقات الحقيقة ممتعة ودسمة ومليانة بالشبع الروحي. الرب يباكك يا حبيبي، الرب يباكك، الحمد لله على السلامة. وصلت على مصر اليوم يمكن صباحا، مش كده ولا أنا غلطان؟ وصلت من حوالي 3-4 ساعات بس يعني. الرب يباكك، نشكر الرب. جندي صالح ليسوع المسيح، نشيط دائما. الرب يباكك، شكرا لأنك عطيتنا من وقتك حضرتك، يعني نشكر رب، يعني نازل وعندك خدمات بس برضو أعطيتنا التفاتة ودي مشكور عليها جدا جدا. أحبائي طبعا الأسيس يوسف ميخائيل هو راعي الكنيسة الرسولية العربية ببيرث أستراليا، لكن حاليا هو بزيارة بمصر، وطبعا الرب يرد لنا إياه بسلامة باسم المسيح. أسيس يوسف حضرتك ما بعرف إذا سمعت البدايات، هل بتحب تقول شيء في البدايات لو سمحت؟ أيوة حضر أسيس، أولا بس أنا يعني متشكر لأجل
ده شرف كبير يعني ليا ان انا اساهم، وكتر خيرك ان انت برضو فاكرنا في غرب استراليا، وحتى لما رحت مصر في بالك يعني. ربي الرب يباركك يباركك، حد اسس، ده انت اخونا بركة. تعيش تعيش حد اسس، الله يبارك. شكرا. على اساس في المداخله الاولانيه احب يعني لو عايزين نحط طبعا لجانب الكلام الحلو اللي سمعناه من حضرة الأسيس فايق وحضرة الأسيس نبيل، الرب يباركهم ويكملوا معانا في الحلقة بمزيد من الأفكار والتعليم. عايز أحط في البداية في المكالمة دي ثلاث كلمات يمكن يقربوا لنا اللي بيحصل، يعني إيه اللي حاصل في العالم، العصيان والخراب والركض بسرعة حسب عنوان الحلقة. في ثلاث حاجات موجودين أعتقد متواجدين برضو في الجو الروحي، وأنا مش عايز يعني أتكلم في النقطة دي لأنه الأسيس فايق لمسها، يعني موجود بصورة معينة الكلمات دي في مجالات روحية، لكن موجود بالكامل وبقوة في العالم. الثلاث كلمات دول حد أسيس معرفش توافقني حضرتك فيهم، في ظلام وفي موت وفي فوضى. يس. احنا عندنا ثلاث حاجات في منتهى القوة بقى واضحين في هذه الأيام، في عتمة. ولما يكون في عتمة أو في ظلام يبقى في تخبط، الناس مش عارفة تعمل إيه، بتروح يمين بتروح شمال بتجرب ده بتجرب ده، ظلمة. وطبعا الوضع بالنسبة للعالم أصعب لأنه مكتوب إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. فعايز متخيل واحد أعمى وعايش في ظلمة، طب ده هيشوف إيه؟ فمنتهى التخبط، منتهى التخبط في العالم. وأقول لحضرتك أكبر دليل لسه قريب من أيام، أمريكا عايزة تنتصر في الحرب، أنا بس بدي كمثال للتخبط بتاع العالم، عايزة تنتصر في الحرب على أوكرانيا بأي ثمن. فبتصدر ليهم اليورانيوم المخصب اللي الأمم المتحدة منعاه دولياً، منع استخدام هذا الأسلحة أو هذه المادة ممنوعة. طيب لما أمريكا اللي هي أم الحريات وحقوق الإنسان الحاجات اللي طب فين بقى حقوق الإنسان؟ ده الحاجات دي هتعمل كانسر لأجيال. آدي التخبط، آدي الظلام، آدي الظلم كمان، مش بس ظلام لكن ظلم. ففي حالة من الظلام، ولما نيجي نعرف إيه هو الظلام حد الأسيس، غياب النور. يس. ما أحب الناس الظلم أكثر من النور، الناس قالوا للنور مش عايزينك، فالنتيجة بقى في ظلام، الناس رافضة النور. النور الحقيقي اللي جه عشان ينير كل إنسان جه للعالم، لكن الناس قالوا لا مش عايزين النور عايزين الظلم. الكلمة الثانية عشان ما اخدش وقت الأحبة، الموت. احنا عندنا حالة موت دلوقتي، وبرضو ارجع اقول الفكرة دي في جزء منها بيتسرب، وده نشوفه زي ما اشار حضرة الأسيس للكنائس بتاعت سفر الرؤيا. الكنيسة اللي بتيجي بعد ثياتيرا، ثياتيرا اللي بتعمل الخدمة كأنها تمثيلية روتين بيتكرر ما فيهوش أي نوع من الحياة، بعديها مباشرة كنيسة ساردس بيقول له لك اسم أنك حي وأنت ميت. فبرضو الموت ابتدى يتسرب. إمتى يجي الموت؟ لما نكون بنعمل حاجة بصفة روتينية ما في، وفي انفصال. ما هو برضو تعريف زي ما عرفنا الظلمة هي انفصال عن النور، أو هي انعدام النور، غياب النور. الموت انفصال عن الأحياء، يعني الشخص اللي مات ده بنوديه مكان تاني لا ينتمي لعالم الأحياء. فلما بننفصل عن الله مفيش غير الموت، ولما بننفصل عن النور مفيش غير الظلام، ولما بننفصل أو بنرفض الملك مفيش غير الفوضى. فين سلطانه؟ فين وجوده؟ فين احترامه كملك؟ وحضرتك طبعا بتوافقني وفي إشارة في الموضوع بتاع النهاردة للحاصل في أيام حكم القضاء. في تلك الأيام لم يكن ملك في الشعب، فعلى كل واحد ما حسن في عينيه. وأخشى نكون برضو الأمر ده فيه ولو جزء منه في داخل الكنائس، إنه المسيح مش السيد، مش صاحب الرئاسة وصاحب الكلمة، ومش موجود واخد مكانه كالملك في وسطنا. طبعا مرفوض في العالم بكل تأكيد، مش مقبول ملكه في العالم، لكن نشوف النتائج. راحت نعمي مع جوزها ألي مالك، ألي مالك اللي معنى اسمه الله ملك، لكن هل الله كان ملك؟ مين وداها؟
والنتيجة إيه؟ النتيجة إيه؟ خسرت ثلاث رجال، وكانت أرملة بقوا ثلاث أرامل، وإلى آخر الكلام اللي قالته إني مرة وإني اتكسرت وإني آخر. برضو نشوف القصة اللي أصعب منها، الراجل اللي من متغرب في جبل إفرايم، واللي عملوه صبت بالكامل في السرية بتاعته، وبعدين قطع الجسد بتاعها. أمور مزرية جدا، بس نرجع نقول ليه حصلت زمان وبتحصل بتتكرر النهاردة؟ غياب الملك. غياب الناس عايزة هي اللي تبقى ملك، عايزة هي اللي تبقى إله، عايزة هي اللي تبقى خالق، مش عايزينه. طب هو ده اللي حاصل. وهقول في المكالمة الثانية برضو يعني بعض أفكار عشان أوضح أكثر في هذا الموضوع. بأكك يا محبوب، أشكرك جدا جدا أسيس. أنا قبل ما أسلم حضرتك الكلام رح أوريك وهيك فيديو صغير يمكن كم ثانية بس كفكرة، حضرت المخرج إذا بحط لنا لو بتسمح تحط لنا هيك جزء بسيط من هذا الفيديو. وامرأة عندها طفلة، طبعا أنا شفتها بالفيديو، حبت تتزوج السجادة. بتقولوا سداجي ولا سجادة حضراتكم؟ سجادة يعني مو سجاجة، سجادة بسموها بالإنجليزي راج، يعني راج أو كاربت يعني. حبت تتزوج سجادتها اللي هي مغرومة بسجادتها. شوفت الأمور الغريبة أنه عاملين مراسيم زواج، طبعا مش بكنيسة، على الأرجح مش بكنيسة، وإلا كانت حتكون مهزلة. فياريت المخرج بس هيك يعطينا صورة ولمحة صغيرة وبعدين منتابع بالتعليق. Gathered here today in this special place to celebrate a very momentous day for Becky and her husband-to-be, Matt. The love these two have for one another is rare and unique, and they clearly have been swept off their feet since they first met. Now present Mr. and Mrs. 80-20 Wool Twist. You may now hug the rug. يعني هذه عدا عن ذلك أحبائي، سامعين هلأ بموضوع الكلاب البشرية، أمر مرعب. الناس حابة تصير كلاب. هو الكلب لو بصح له يصير إنسان بيتمنى. نحن بدنا نعمل كلاب يا جماعة. فوضى وقايمة، ثورة على الخلق اللي الله خلقه، ثورة على الله، ثورة على التقاليد، ثورة على كل شيء. الإنسان مش راضي بعيشته، ليه؟ ده دليل الظلمة، الظلمة الروحية. فأسيس إيه رأي حضرتك؟ تفضل. لازم نعرف أن الإنسان هو سيد الخليقة. نعم، الإنسان خلقه الله ليكون هو سيد الخليقة. الإنسان منفصل تماما عن الحيوانات. في مثلا أنا سمعت أو مرة شفتها في أونلاين، I can't remember exactly، في بعض القبائل في الهند لو حبوا يعاقبوا رجل يجوزوه كلبة. أنا شفتها طلعت قدامي بالصدفة وشفتها بالنت. لو حبوا يعاقبوا شخص يجوزوه كلبة، حتى يعني واضح أن الإنسان مقتنع ده عقاب لي. يس. فالحيوانات مختلفة تماما. يس. والخلائق مختلفة تماما. حضرتك يمكن مش عارف إذا كنت عملت عليهم أبحاث للكلاب البشرية، قالوا حاليا بإنجلترا في يعني بريطانيا في أكثر من 10,000 واحد حابين يعيشوا عيشة الكلاب ويلبسوا زي الكلاب ويهز ذنبه. يعني شر البرية ما يضحك، قديش انحدر الإنسان إلى الهاوية، إلى حضيض التفكير. وبعد بده يجي وقت أخشى إذا طال الزمان شوي نحن العاقلين نصير أقلية وهم يصيروا الأكثرية. شيء بخوف. نشكر الرب أن كثيرون هم الذين يدخلون من أمين، بس أنه معنى الحديث يعني أنه الباب الواسع. نشكر الرب والمؤمنين برضو أقلية في العالم. إيه بس برضو أنه يعني نشكر الرب أنه رب عطينا نعمة نحن ماشيين في الحق، بس أنه الأيام اللي جاي خطيرة. نعم. الله خلق الإنسان على صورته، الإنسان على صورة الله مخلوق. نعم. في سفر التكوين أصحاح واحد ومزمور 8 بيقول لنا أن الله سلط الإنسان على كل الحيوانات وعلى كل البهائم التي في البرية. الله الإنسان متسلط على كل الحيوانات. والرسول يعقوب في أصحاح 3 بيقول لأن كل طابع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات
يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. يعني الإنسان هو سيد كل الخلائق. وفيه فرق كابر كبير بين الحيوانات وبين الإنسان. الحيوانات هي أقل من البشر بكثير. بلدد الشوحي في سفر أيوب أصحاح 18 بيقول: لماذا حسبنا كالبهيمة وتنجسنا في عيونكم؟ يعني البهيمة أقل بكثير من الإنسان. لماذا حسبنا في عيونكم كالبهيمة وتنجسنا؟ مزمور 49 مرتين في عدد 12 وعدد 20 بيقول: إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. البهائم غير باقية. الإنسان لما يموت الإنسان يرجع الجسد إلى التراب، لكن الروح ترجع إلى خالقها الذي أعطاها. أما البهائم تموت فتباد. بولس بيقول عن الأشرار الذين يعلمون إن الخلاص ده، بتكلم كان عن اليهود الأشرار الذين كانوا بيعلموا إن الخلاص بالختان وبأعمال الناموس، يقول عنهم في فيليبي أصحاح 3: انظروا الكلاب، انظروا فعلت الشر، انظروا القاطع. في سفر الرؤيا أصحاح 22 بيخبرنا الرائي إن خارجا الكلاب، خارج المدينة المقدسة السماوية، خارج المدينة المقدسة. في فرق شاسع بين الإنسان والحيوانات. نعم. مثلا لو لما رجل أسود أفريقي يتزوج بامرأة بيضة يطلع الولد مزيج، بيخلفوا أولاد. الإنجاب يحدث لأن ده ابن آدم وده ابن آدم، ده إنسان وده إنسان، بس الألوان كلنا بتختلف زي بعض. شوية بس لون البشرة بيختلف. لكن كلنا أبناء آدم، كلنا منحدرين من آدم. كلهم بشر وكلنا محبوبين لدى الله وبيحب يخلصنا ويعطينا حياة أبدية. أنا مش بتكلم قصدي أنا عارف على بس أنا مرقها بس هيك على سبيل الله. يعني كلنا نشكر رب، والرب بيحب السود أكتر ممكن من البيض. نشكر الرب. لكن اللي عايز أقوله، اللي بيقولوا إن فيه انفصال كبير بين الإنسان والحيوان. لو حصل إن رجل جعل مضجعه مع بهيمة بلغة الكتاب المقدس، جعل مضجعه مع بهيمة، مش هيحصل حاجة. حتى في الشريعة القديمة يقتل. في الشريعة القديمة كان يقتل بشريعة موسى. اللي عايز أقوله هنا ما يحصلش حمل، ما يحصلش حمل خالص. ليه؟ لأن في فرق. اللي بيفتكروا إن نظرية داروين، نظرية النشوء والارتقاء، والإنسان كان أصلا خلية وبعدين تطورت لغاية ما وصلت إلى قرد، والقرد اتطور بقى إنسان. طيب لو حصل إن قرد مع إنسان، إنسان مع قردة، جوز قردة، مش هيخلفه. لأن فيه فاصل. ده إنسان وده حيوانات. الله تركيبة إنسان الله خلقها مختلفة تماما. الإنسان مخلوق على صورة الله، الإنسان سيد. فإزاي أنا أنزل بنفسي، أنزل الله خلقني فوق وأنزل نفسي وأعيش زي البهيم، أو أنزل نفسي وأعيش في الخطية اللي بيخلي الناس بترفض الله. بقال الجاهل في قلبه ليس إله، مرتين في الكتاب المقدس في مزمور 14 مزمور 53. قال الجاهل في قلبه ليس إله، اللي بيخلي الإنسان يرفض وجود الله ويرفض الله من حياته. في مرة واحد في الشارع بكلمه في بونداي بيقول لي I'm godless. أنا ماليش إله. في عدد كبير منهم حتى يهود بيسموا نفسهم ما لهمش إله، مع أنهم يهود أصلا، لكنهم حضرتك عارف أن بونداي منطقة اليهود، لكنهم لا يؤمنون حتى بوجود الله مع أنهم عندهم الكتب المقدسة. anyway،
اللي بيخلي الإنسان بيرفض الله ليه؟ هو عايز يعيش لغرائزه وشهواته البهيمية، الشهوات الحيوانية، عشان كده بيرفض وجود الله. لكن في حقيقة الله، في حقيقة الأمر، معرفة الله ظاهرة لهم كما يقول الرسول في رومية واحد، لأن الله أظهرها لهم. معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. لأن الله أظهرها لهم. لأن أموره غير المنظورة، قدرته السرمدية ولاهوته ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. هم deep inside they know that there is God. في العمق الضمير، في أعماقهم، في الضمير، لأن الله بيتكلم ليهم في عمق الضمير. هم يعرفوا إن في الله، لكن هم بيرفضوا الله لأنهم عايزين يعيشوا لشهواتهم الحيوانية، الشهوات البهمية. لكن علينا أن نعرف أننا إحنا كبشر أرقى بكثير من الحيوانات. أشكرك جدا دكتور أسيس، ربي يباركك. أخنا أسيس نبيل، لو عم تسمعني وتواصلت معي، إذا صرت على الزوم بيكون خير وبركة كمان معانا حضرتك أسيس نبيل. طيب حضرت مخرج، مش عارف إذا تواصل معنا الأسيس نبيل وماشي الحال باللينك. أسيس نبيل لو عم تسمعني لو سمحت. أوكي طيب أسيس يوسف، أنا باخد من حضرتك المكالمة الثانية لو سمحت، حتى نتواصل بعد قليل مع الأسيس نبيل. أسيس يوسف، أسيس يوسف لو تسمح تتواصل معنا إذا عم تسمعني. أنا سامعك أسيس زول. very good. حضرتك يمكن قدرت تشوف شوي مقطع صغير عن هذا الفيديو، اللي المرأة اللي تزوجت سجادتها والشباب اللي حابين يصيروا كلاب. شيء بيخوف، يعني مش إنه بيخوف، إحنا مش خايفين، بس أنا بقول شيء بيخوف على أولادنا وأولاد أولادنا والعالم الموجود. بس البعض بيقول إنه هم هروبا من ضغوط الحياة حبوا يعملوا كلاب ويعيشوا بقفص وغيره وغيره وغيره. هلأ ما بعرف إذا بتحب تعلق تعليق سريع وبعدين بنتقل أنا لرسالة تيموتاوس الثاني والإصحاح الثالث حتى نقرأ فيها إنه العالم فعلا سيمضي من رديء إلى أردأ. بس بتحب تعلق تعليق سريع في البداية لو سمحت على الموضوع؟ أكيد حد أسيس. أنا هكمل برضو نفس الفكرة ونفس السياق اللي كان بيتكلم فيه الأسيس فايق على التميز بتاع الإنسان اللي الله خلقه متميز عن الحيوانات. الموضوع حد أسيس اللي باين اللي واضح، العالم بيتحدى الله، مش بس في الحتة دي. يعني الله عمل إيه؟ عمل بني أدمين وعمل حيوانات. لا، إحنا نقدر نخلي البني أدمين حيوانات، ولو قدروا يخلوا الحيوانات تحدي لله. الله عمل زواج، لا إحنا مش هنعمل زواج. الله عمل الجنس، ولد وبنت، لا إحنا هنعمل فتحدي لله. وده يا حضر أسيس في الموضوع بتاعنا النهاردة، إحنا بنقول إن العالم بيمضي سريعا نحو العصيان. ده علميا وحتى بالنظريات العلمية ده بيؤكد انهيار الحضارة. هتنهار الحضارة الأوروبية والحضارة الأمريكية، وحينهار العالم، مش لأن ربنا اللي حيخليه ينهار، لكن لأن الأفعال بتاعتهم. في إحصائية أنا مش فاكرها دلوقتي الأرقام، بتقول إنه الزواج يعني أو المعدل بتاع الأسرة لازم يكون بنسبة معينة علشان العملية بتاعت استمرار الحياة تستمر. النسبة دي في أوروبا أنا مش فاكر الرقم على الأساس، أقل من النص، يعني بين الثلاثة والأربعة وطلوع، مش أقل من النص في أوروبا. لازم يكون ثلاثة وطلوع على ما أظن. يس بالضبط، مش هتستمر. وبعدين مين بيحتل أوروبا النهاردة؟ يس ما هو ده اللي قاله الكتاب، أغيظكم بأمة غبية. يعني أنتوا اللي موجودين النهاردة بدل الفرنسيين وبدل الإنجليز، لا هم إنجليز ولا هم فرنسيين، وبنشوف الكلام ده بيبان بقوة في المظاهرات اللي بتدمر واللي بتخرب دي أوروبا. فده ده 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 الانحدار والانهيار اللي هيحصل. لكن لو تسمح لي في نفس النقطة عايز أقول تأكيد للكلام ده مزمور 2، قام ده بفعل فاعل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، بيقولوا إيه؟ لنقطع قيودهما. مش عايزين القيود، مش عايزين القوانين بتاعته، نطرح عنا ربطهما.
الساكن في السماوات يضحك. ليه بيضحك؟ عايز يقول لهم يعني ايه اللي بتعملوه؟ الساكن في السماوات يضحك، دي نمرة واحد. أول حاجة يضحك، ونمرة اثنين هيعمل كده حينئذ يتكلم عليه بغضبه، عليهم بغضبه، ويرجفهم بغيظه. ولو العالم فاكر أنه بالطريقة دي المشروع بتاع المسيح وعمل المسيح فشل، لا، لأنه بيكمل: أما أنا فقد مسحت ملكي على جبل صهيون، أو على صهيون، إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني. عمل المسيح، المختارين حييجوا والعمل حيستمر، لكن مين اللي خسران؟ العالم. لو تسمح لي برضو الوقت إذا يسمح الأسيس، لو لسه الأسيس نبيل مجاج، في فكرة بيقولها خادم الرب المحبوب الأخ ماهر صامويل، وبيكررها أكتر من مرة، وهو بيقول إنها سمعها من خادم. الفكرة دي جميلة جدا وتخدمنا وتورينا ايه المصير بتاع العالم اللي حيمضي بسرعة للدمار. بيقول لو الكرة الأرضية، وكلنا بنعرف انه قد ايه الكرة الأرضية مرتبطة بمسار ثابت ومسافة ثابتة وسرعة ثابتة بتمشي بيها ناحية الشمس، لا تقدر تقرب شوية هتحترق، ولا تقدر تبعد شوية هتتلج. فالفكرة الجميلة دي بيقول لو الكرة الأرضية في يوم من الأيام بتقول، ده خادم الرب الدكتور ماهر اللي بيقول الفكرة دي عن خادم سمعها، يعني بيقول الكرة الأرضية هتيجي في يوم تقول أنا عندي إمكانيات جميلة، عندي كنوز وعندي ثروات وعندي خضرة وعندي كائنات وعندي حاجات رائعة، بس في حاجة واحدة يعني مش عجباني، مش عايزاها، الرابطة اللي أنا مربطاها دي بالشمس مضايقاني شوية. فماذا لو قررت، بيقول الخادم بيفترض، ماذا لو قررت الكرة الأرضية إنها تفك أو تقطع أو تنفصل عن الشمس، هيكون إيه المصير؟ هتستمر، بيسأل الخادم السؤال، هتستمر كام دقيقة بعد قرارها في الانفصال؟ فده اللي حاصل واللي هيحصل. العالم مش عايز ربنا، لنقطع عنا قيودهما ونطرح عنا ربطهما. فبيضحك ليه؟ بيقول لهم طب هتروحوا فين؟ هتروحوا فين؟ فده تحدي العالم، تحدي العالم لله، تحدي الحاجات اللي حضرتك عرضتها واتكلم فيها الأسيس فايق والهبل اللي بيعمله العالم ده، تحدي في النهاية لله. مش بس كده، ده يعني بكل جراءة بكل وقاحة يقول لك لا، فين الله؟ يا يعني الإعجاز العظيم ده اللي كل يوم بتشوفه فيه جزء، ولسه العلم ما قالش كلمته النهائية في كل المخلوقات، ده اتعمل ازاي؟ يس. لكن الجاهل، والجاهل المسيطر، قال الجاهل في قلبه ليس إله. فاحنا قدام هذا التحدي، علينا مسؤولية كبيرة كخدام، علينا مسؤولية كبيرة ككنيسة. لو احنا بنقول زي ما قال الأسيس نبيل انه دي ايام اخيرة، فالايام الاخيرة بتفرض علينا حضر الأسيس، لو تناهى الليل وتقارب النهار، علينا كمؤمنين، علينا ككنيسة نضيء في وسط عالم مظلم، وعلينا دور مهم في الصلاة، نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا بالصلاة. ربي باركك أسيس، نشكر رب من اجل حضرتك. أسيس نبيل لو عم تسمعني، انا طبعا حبيت اتواصل مع حضرتك. أيوة حبيبي أسيس، حبيت اتواصل مع حضرتك بس ما مشيش الاتصال تماما، فخسرت كل الكلام الحلو اللي قالوه خدام الرب يا يسوع، فما اعرفش وصلته لفين وهقول ايه وهتسالني في ايه. طيب انا بين ايديك يعني. الرب يخليك ويحفظك أسيس. بحسب رساله تيموتاوس الثانيه اللي كتبها القديس بولس لتيموتاوس بالصحه الثالث عدد واحد بيقول: ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستأتي أزمنة صعبة. يعني ما فيش أمل أنه ستأتي أزمنة سهلة، لأن الناس، مش لأنه ربنا، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عدمي النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها،
وبعدين بيقول كتاب فاعرض عن هؤلاء، ما طبعا مش هتخالط، ونحن طبعا كمؤمنين ومؤمنات ما منخالط هيك نوعيات إلا إذا بدنا نوصل الرسالة، رسالة محبة الله للناس وأنه المسيح مات عن الناس وبيحب يخلص الناس بالفداء. وبعدين بيقول بعدد 13 ولكن الناس الأشرار المزورين أو المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. وأما أنت يا تيموتاوس طبعا فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت. نحن نثبت في الأيام الشريرة ونتمسك بالرب ونتمسك بكلمة الرب، وطبعا نتمسك بجماعة الرب، نكون مع بعضنا البعض عشرة مباركة. فمش عارف إذا كان بتحب تاخد هيك منحة من هذا النوع أنه ما فيش خالص أمل أبدا. في ناس دائما بيقول لك لا حنتطور حننمى، العالم وصلت للأقمار. بالعكس، العالم وصلت للأقمار والإنسان عم ينزل بالانحدار. تفضل. نعم تفضل. يعني فعلا صورة مؤلمة لخص الرسول في رسالة تيموتاوس، وأقدر أقول في رومية واحد أسيس أربط الكلام ده بكلمتين صغيرين ومفرد، يعني مفردات هو الرسول قالها بوحي الروح القدس، لخصها كلها بكلمتين: ذهن مرفوض وقلب غبي. Yes. معلش يعني أنا مش بسيء لحد، دي مفردات الكتاب المقدس في رومية واحد لما بيتكلم عن الناس اللي زي ما كلنا بنعرف لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. yes. يعني قلب مليان جهل ومليان غباء برغم الطبيعة كلها بتصرخ في وشهم yes. إن هناك إله وهناك مدبر وهناك قدوس yes. وهناك منظم ومهندس، وهذا الإله اللي وراء الخليقة كلها إله صالح، إله محب، إله عايز يتواصل مع البشر، عايز يقدم خلاص وفداء، وعايز يشارك مجده مع البشر، لكن أظلم قلبهم الغبي. يعني وصلوا لحالة تعتيم قاتم كامل مزري، فقلبهم غبي وكمان ذهنهم مرفوض، بالإنجليزي reprobate mind، يعني قلب معطوب، يعني قلب خربان بايظ ما فيش منه رجع. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. زي ما ذكرت حضرتك في المقدمة أنه yes. الناس اللي عايزة تبقى كلب، واللي عايز يبقى قطة، واللي عايزة تبقى سجادة، واللي عايز يبقى صرصار، يعني الدنيا لخبطت بطريقة مزرية. يعني شر البلية ما يضحك، يعني إن الناس لما بيوصلوا لحالة السخافة دي بتقول يا خسارة على الإنسان اللي الرب خلقه على صورته ومثاله، طبع في صورته ورفعه عن البهاء. الإنسان حقر من شأن نفسه لدرجة أنه نزل نفسه حتى أقل من البهائم، بأنه يا أخي ده حتى البهائم بتعرف أنه في ميل وفي في يعني ذكر وأنثى. الإنسان دلوقتي عايز يلغي الفوارق دي. فعشان كده كمان في رسالة تسالونيك الثانية كمان بيكمل الفكرة دي وبيقول لأنهم لم يقبلوا محبة الحق. يعني الرب حط في ذهنهم منطق وحق وبر وتقوى وتعقل، لكن لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا بالرجوع للرب وتدبير خلاصه في المسيح يسوع. بيقول لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، وما أكثر عمل الضلال وما أكثر اللي بيصدقوه هم الأغلبية، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. يا سلام، يعني كانوا رب يقول لهم خلاص رفضتوا الحق، رفضتوا البر، خدوا من اللي انتوا عايزينه and more of it، كمان خدوا أكثر وأكثر عشان يصدقوا الكذب حتى يدانوا بشر أعمالهم، يكون دمهم على رأسهم. لكن احنا النهاردة ككنيسة بنبوق بالبوق الأخير
لأنه بنقول ونؤمن من كل قلوبنا أنه الأيام اقتربت جدا على مجيء الرب، وإحنا لازم نعلي صوتنا أكتر وأكتر ونبوق برسالة الإنجيل ونقول يا ناس يا عالم يا هو تعالوا ارجعوا قبل فوات الأوان، الباب الآن مفتوح وهيجي يوم وهيغلق الباب، تعالوا الحقوا نفسكم بتوبة برجوع للرب، تعالوا النهاردة الرب فاتح أوكازيون، فاتح باب النعمة، إحنا عايشين في عصر النعمة، تعالوا اقبلوا الحق، تعالوا اقبلوا غفران الخطايا بدم المسيح، تعالوا الحقوا قبل فوات الأوان، ولو اتقفل الباب هيكون تو ليت، زي ما الرب عملها مع باب الفلك، هو اللي قفل الباب وخلاص ما عادش فيه فرصة تانية. فكل اللي بيسمعنا النهاردة بنناشدهم وبنقول نرجوكم تعالوا تعقلوا، إن يعني زي ما بيقول الكتاب يعني إن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، لكن إن استهترت وأهملت أنت وحدك هتتحمل. فكل اللي بيسمعنا النهاردة ياريت ناخد كلنا يعني عبرة من الكلام ده كله، والكلام اللي بنقوله النهاردة كلام يعني بيقوله بالإنجليزي heavy duty، كلام بيضرب مفروض يعني صح النايم ويضرب في الصميم ويفوق كل إنسان مغيب. فإحنا النهاردة الحلقة دي أسيس يعني جات في وقتها، وأنا متأكد أنه في ناس كتير لازم يسمعوا الكلام ده، والنهاردة الرب بيدق على أبواب بقلوب كتيرة وبيحاول ينفض الناس ويصحيهم ويوعيهم قبل فوات الأوان، لأنه إحنا أصبحنا فعلا في اللحظات الأخيرة من الساعات الأخيرة من الأيام الأخيرة. فبناشد الجميع أن إحنا نتعز، المؤمن يتقوى ويتشدد ويتعزى ويتشجع بالرب أكتر، من هو قديس فليتقدس أكتر، والبار يتبرر أكتر، وخلونا نعلن رسالة محبة الله ونعلن أن التوبة مجال التوبة هو الآن، أن الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الرب النهاردة فاتح الباب على مصراعيه وبيقول معلش أنا هتغاضى على أزمنة الجهل، تعالوا النهاردة والفرصة مفتوحة، وإلا هيكون too late، وإيش يفيد الندم بعد العدم زي ما بيقولوا. والرب يبارك كل اللي بيسمع النهاردة ويبارك كل أحباء الخدام ويبارك حضرتك أخي العزيز قس جون. الرب يباركك أسيس نبيل، نشكرك من أجلك. طيب بنتابع مع حضرتك بعد قليل أسيس. يعني عادة الرب لما أقام الحكومات والسلاطين على الأرض، حتى الكتاب المقدس بيقولنا أن السلطان الله أقامه، وإذا حمل السيف بيحمل السيف حتى يرد على الأشرار، وعشان هيك بيقول أنه ينبغي أن نقدم لهم الإكرام والاحترام والخضوع. لكن حاليا نحن نرى أن الحكومات وخاصة الحكومات الغربية يعني المتحررة والمتقدمة هي نفسها اللي عم تكون سبب لزيادة الثورة العصيانية والثورة الأدبية والأخلاقية والروحية ضد الله، زي ما تقول كل شيء عكس اللي بينعمل عكس ما يريده الله الحكومات عم تشجعه. وكأنه حتى بتشوف كأنه بعض الرؤساء من الحكام حتى يرجعوا ينتخبوه مرة تانية بصير يساير الشعب. شو بده الشعب عمله؟ مثل هارون لما طلع موسى على الجبل وتأخر 40 يوم و40 ليلة، اجوا لعنده قالوا له هذا موسى الرجل تأخر وما بنعرف شو صابه وماذا أصابه، أنت قم اصنع لنا آلهة. قام قال له أنت بعطوني الذهب اللي بنساء بأذان بالأقراط وغيره يعني بأذان نسائكم وبنيكم وجيبوا لي هالذهب. عملوا عجل وقال له هيدي آلهتك وعبدها. فجبنه خلاه يتنازل، جبن الرؤساء جبن الحكام بده يضل متمسك بمنصب وخلوني زعيم واللي بدكم اياه بعملكم اياه. ايه رايك لو سمحت حضرتك؟ يعني يعجبني قبل ما حاجه عجيبه حقيقه عن هارون، يقول اخذت الاقراط الذهب وطرحته بالنار فخرج هذا الاجل. بس هو ما خصنا يا رجل ما عمل حاجه حقيقي صحيح. زي ما بيقول في سفر القضاء اصحاح 17 مثلا، في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. كان الملوك والقضاة يخافون الله عادة عامة أو أغلبهم، حتى شاول ابن قيس مع أنه كان ملك مش مظبوط لكن برضو عمل أشياء كثيرة صالحة للشعب لشعب الرب. لكن حاليا الحكام ضلوا وأضلوا الشعب، لأنهم زي ما حضرتك بتقول هم غرضهم بس الأصوات بتاعت المنتخبين.
كل الشعب، الحكام والشعب، زي ما بيقول الرسول في تيموثاوس إنهم محبين للذات دون محبة لله، وده اللي بيخليهم بيرفضوا الله، ما بيحبوش الله، بيبغضوه لأنهم محبين للذات. وفي شرور كتير حقيقة بيعملوها حاليا الحكام والشعب معاهم. عايز أذكر بس مثالين من الشرور الموجودة حاليا خصوصا في البلاد الغربية علشان نوعي المؤمنين وشعب الرب أنهم ينتبهوا لهذه الأمور. أول أمر اللي بيسموه ترانس جندر يعني التحول، هو تحويل من ولد لبنت ومن بنت لولد وما فيش فرق. واو. في السنة الخامسة في المدرسة year five الأطفال بتوع year five بيعلموهم حاجة اسمها identity، الهوية. identity باختصار بيقولوا لهم الايدنتيتي دي بتقول في تعليمهم انا هو ما اظن اني انا او ما اشعر اني انا. ممكن ولد لكن اشعر اني انا بنت فانا بنت، او بنت واشعر اني ولد انا ولد فانا ولد. وبيعملوا معاهم امور سيئه جدا لا يمكن علاجها بعد شوية. بيغيروهم يغيروا من ولد لبنت أو من بنت لولد، وده irreversible، مش ممكن يتعالج بعد كده إطلاقا. الحد اللي قبل اللي فات كان على channel 7 القناة السابعة، كان في البروغرام الساعة 8:45 البروغرام اللي اسمه spotlight. كان بيتكلم عن الأمر ده، وحقيقي أشكر الله من أجل هذا البرنامج اللي اتذاع على channel 7. كانوا بيتكلموا الحقيقة. channel 7 it was really great. جابوا couple من عمل انترفيو مع couple من ملبورن. زوج رجل ومراته. بنتهم أقنعوها في المدرسة إنها تحول إلى ولد. ولم المدرسة لم تعلم الأبوين. هذا القانون الجديد. لم تعلم الأبوين. مش مضطرين يخبروا الأهل، هيك هيدا القوانين، هذه قوانين جديدة. لأن الأهل رح يتعارضوا مع إرادة الولد أو البنت وحيوقفوا بوجه حريتهم، والحكومات تؤمن بالحريات. لسه القوانين دي في الطريق للتطبيق، لسه ما اتطبقتش. بس تقريبا يعني هلا بملبون عملوها، بس بسيدني بملبون بملبون عملوها، بس بسيدني بدهم يعملوها قريبا. هوبفلي ما يعملوها. anyway فالام عيطت، حتى راحت تزور بنتها في المستشفى. عاملوها في المستشفى معاملة سيئة لما عرفوا انها مش موافقة لبنتها انها تعمل كده. جابوا بنت تاني في امريكا كبرت، تحولت لما كان سنها 13 سنة. بتندم وبتعيط. عمل بتعيط يعني عنا بتعيط ندمانة يعني نحن باللبناني بنقول بتعيط يعني عم تبكي. بتبكي. يس بتبكي. بتبكي. كانت بتبكي لأنها ندمانة، لكن إنه غيرت وتحولت. ما تقدرش ترجع. خلاص. Irreversible. ما تقدرش ترجع. والموضوع ده الحقيقة في مخطط عالمي أسيس. إيه رأيك في ده؟ ده في مخطط عالمي لضرب الناس من خلال إنه مثلا بتشوف المثليين مثلا ما بيجيبوا أولاد، بدون يتبنوا أولاد، ده بيخفف عدد التعداد السكاني في العالم مثلا، عدا عن إنه في ميول. لكن بتشوف إنه كل شيء بيضرب الإنجاب كأنه عم يضرب الأسرة. إيه والإجهاض مثلا، بشوف الإجهاض كتير. ففي خطة كأنه لتخفيف سكان العالم على الأقل تدريجيا شوية شوية، عدا عن الأمراض والأوبئة وغيره وغيره. أنا مقتنع أن السبب الرئيسي هو محبة اللذات ومحبة المال. نعم. لأن اللي بيشجع موضوع التحويل ترانس جندر هنا، اللي بيشجعه بعض الأطباء
اللي هم بيعمل بيعالجوا بيعملوا بيدوا علاج وبيعملوا العملية علشان يحولوا من بنت الولد أو ولد لبنت. في استفادة اللي بيستفيدوا ماديا لأن في البروجرام ده الحد اللي قبل اللي فات في سبوتلايت عمل مقابلة مع دكتور طبيب نفساني بيشجع الموضوع ده وكان angry مع البريزنتر كان غاضب مع البريزنتر لكن في نفس الوقت مع مقدم البرنامج لكن في نفس الوقت عمل مقابلة مع أطباء آخرين أطباء نفسيين ضده بيتكلموا بأمانة ضد بيقولوا ده بيخرب الإنسان وبيضيع نفسيته وفي نفس الوقت it's irreversible. فده موضوع من الأمور اللي بيعملها الموضوع الثاني الحكام. نعم. الموضوع الثاني اللي هو global warming. نعم. تغير المناخ أو تغير درجة الحرارة climate change أو global warming. yeah. global warming ده من الشمس ده من الله مش من أمور مش من استخدام استهلاك الغاز أو الفحم أو الحاجات دي لكن ده من الله وهم ما يعرفوش إن هيجي يوم وهذه الأرض وكل المصنوعات التي فيها ستحترق بالنار anyway ده طبعا ده في الآخر بعدين مش دلوقتي لكن حاليا جلوبال لأنه لو قطعت حضرتك لأنه الكتاب المقدس بسفر الرؤيا بيقول إنه الشمس أحرقت الناس واحترقوا احتراقا وجدفوا على رب السماء يعني هم اعتبروها إنه جاي منه بحسب سفر الرؤيا ده في الضيقة العظيمة لكن جلوبال وورمينج ده حاجات أصعب كتير طبعا من جلوبال وورمينج جلوبال وورمينج مش هيأثر كتير على الحياة على الأرض مش هيأثر كتير أبدا إطلاقا يعني درجة نص درجة حرارة والإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء لا يستطيعون أن يخفضوا درجة الحرارة إطلاقا لكن هم بيلغوا استخدام الفحم واستخدام الغاز والأسعار بتزيد ده شر الإنسان بيعمل شر ضد أخيه الإنسان هدفهم زي ما حضرتك بتقول عايزين يقللوا عدد الناس عايزين يفقروا الاقتصاد يكون مدمر وهم يزدادوا غنى ده يعني كله شر حسب ما عم نسمع مؤامرات كثيرة يعني لكن طبعا حمايتنا من عند الرب نحن حمايتنا من عند الرب نحن لا مع فلان ولا مع علتان نحن بنعرف أنه عيننا على الرب إلهنا الذي يستطيع أن ينقذ أرجلنا من الشبكة نحن مع الحق نعم ومع إعلان الحق حق الله الحق هذا هو نقول لهم إنهم يحتاجون الله ويحتاجون أن يلتجوا إلى الله ويحتاجون إلى خلاص المسيح نعم أمين أمين بعيد عن كده 100% بعيد عن كده ما فيش حياة ما فيش بركة ما فيش خير الإنجيل بيقول نحن نعلن الحق أمين لأنه بمزمور 16 بيقول تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر تمشي وراء غير الرب أنت أوجاعك كثيرة فنحن مطمئنين بالنا أنه الرب رحمنا وشو ما يصير بس نحن قلبنا على الناس اللي عم تتاخد يعني تخدع طبعا يا احبائي يعني انا لما بتكلم انه الحكومات الغربيه مش سهله هذا لا يعني انه بالشرق في تسلط باسلوب اخر الانسان معنف مظلوم تحت سلطه الحكام الغرب عنده حريات صحيح بس زي ما تقول زاد عن حده رح بقرا السيس يوسف لو بتسمح رح بقرا قراءه بعت لي اياها الكنترول روم لشخص اسمه صدفاوي ما بعرف اذا هذا اسم عندكم صدفاوي في اسم هيدا عندكم ممكن يعني. بيقول نحن عم نعمل حاليا حمله كاذبه ان الدول الغربيه أسيس يوسف عم تسمعني انا سامع حضرتك فيري جود هذا الشخص الله يباركه بيقول نحن عم نعمل حمله كاذبه ان الدول الغربيه تريد تحويل الانثى الى ذكر والذكر الى انثى وبيقول قد ما هو مهذب الرب يباركه بيقول أنت كذاب
يا أسيس، مش عارف أي أسيس منكم حكي عن الموضوع ده، لأنه أنا ما حكيتش عن الموضوع ده. أنا اللي حكيت عنه. طيب، بيقول له يا أسيس أنت تتضامن مع الإسلاميين الدعائيين الكاذبين مثلك. الله يسامحك، يعني ما لكش حق تحكي هالكلام حتى لو أنه في خطأ بالاقتراحات، على الأقل أعطي رأيك بس بخليك يعني مهذب، الرب يباكك. بيقول فقط الغرب يصر على حرية الإنسان في اختيار ما يريد. إيه رأي حضرتك حضرة الأسيس؟ تفضل. ممكن يا أسيس جونز، معذرة، بعد ما تكلمت عن ترانس جندر عايز أوجه رسالة للمؤمنين في سيدني وفي أستراليا. نعم. اهتموا بأولادكم، صلوا لأجل أولادكم، ولو تقدر تودي أولادك مدارس مسيحية يبقى أفضل كتير. يس. Thank you. أمين. ربي يبارك. تفضل حضرة الأسيس يوسف. هقول بس الصديق أو الشخص اللي هو بيتهم زي ما حضرتك قلت مش عارف مين فينا ويمكن كلنا، عايز أقول له يعني قليل من العقل والمنطق. ما أنا زي ما كنت بحكي دلوقتي عن أمريكا والتناقض لأجل المصلحة، يعني بتدافع عن حقوق الإنسان وعن الحريات وعن البيئة وفي نفس الوقت ممكن تدمرها لو مش في مصلحتها. العالم النهاردة يا عزيزي يا صديقي، معرفش اسمه ايه، ستفاوي. العالم النهاردة هل ممكن يعترف بحرية شخص ياخد منه قرار أقل من 18 سنة؟ يعني هل المحاكم النهاردة مسموح لولد لعيل طفل عنده 10 سنين 12 سنة يروح يشهد في المحكمة؟ طبعا لا. ليه؟ لانه ده لسه قاصر، بيعتبروه قاصر. وحتى لو القاصر ده والده توفى او اهله توفوا وعنده ميراث معين، بيعينوا على الميراث ده واحد يكون ولي لغاية لما معرفش ليه اسمه معين، لغاية لما الطفل ده يكبر وصي. طب اشمعنى الطفل ده دلوقتي عنده الصلاحية انه يقرر بدون ما يتدخلوا الاهل؟ ممنوع حد من الاهل يتدخل وينصحه؟ العيل ده يا عيني هيقرر يقول انا نفسي ابقى بنت او نفسي ابقى قرد، او هي دي حريات؟ انت بتتكلم ازاي يا صديقي؟ هي دي حريات؟ دي فوضى. دي فوضى وتدمير للإنسانية وللبشرية، دي مش حريات. لكن لو أنت عاجبك أنه يعني الإنسان يبقى حر من الأمور دي عشان يعمل اللي عايز يعمله، ما هو ده اللي ورا القصة. إحنا أحرار، قصر كل القيود. اتكلمنا في الكلام ده، مش عايز أكرره تاني. لكن دي مش حرية يا عزيزي إطلاقا. يعني لو يعني أنا في فرصة أكمل ولا حضرتك؟ لا تفضل تفضل. في نفس السياق حد الأسيس، واحنا بنتكلم على الأمور دي، عايز أنبه لحتة المغالطات. نعم. زي أخونا ده اللي بيغالط، ما هي المغالطات النهاردة كتير، وأقول المغالطات بكل أسف برضو احنا مش عايزين تبقى فيه مغالطات جوه الدائرة الروحية. وأقول ليه كده؟ هارون حضرتك اتكلمت عنه في نفس الأصحاح خروج 32 كان بيغالط. في خروج 32 عدد 24 لما موسى سأله قال له طرحتهم في النار فخرج هذا العجل. لا ده مغالطة، لأن في عدد 3 صوره بالإزميل. صحيح. عمرك ما تحط ترمي شوية ذهب يطلعوا ليهم عينين وليهم ودان وليهم رجلين وليهم شكل. ده اشتغل فيه. فالقائد بيعمل العجل، الشعب بيعمل ايه؟ بيعبدوه. علينا مسؤولية كقيادة، ما تعملش حاجة للناس هتكون مصيرها. وبعد العبادة حصل ايه؟ يس. اتعروا واتبهدلوا وجي القضاء الالهي. فاحنا علينا مسؤولية كقادة، خلي بالك. ولو انت مقتنع بحاجة اسأل الرب، شوف اقتناعك ده وقناعتك دي مصدرها ايه، وهل هي ليها اساس كتابي او ملهاش. المغالطات كمان نحذر منها، وزي ما تفضل خدام الرب والأسيس فايق قال ننبه أولادنا. الجزء الكتابي اللي حضرتك قريته حضرة الأسيس في تيمساوس الثانية بيكلم تيمساوس عن الحاجات اللي هتحصل في الأيام الأخيرة، ويديله في الآخر نصيحة يقول له اعرض عن هؤلاء.
فاحنا ننبه عيالنا عشان الامور دي، نعرض عنها اولادنا ما يتاثروش بيها ويقتنعوا بيها. وغير كده وكده حضرتك الاسيس، احنا لازم نكون بنحب الحق مش المشاعر. الحب مش حب مشاعر. عادي يقول لك لا انت ما تجرحوش، وما اصل ده اتخلق كده. برضو انا عندي تساؤل بالنسبه لحته اتخلق كده. طب هو اللي اتخلق كده عنده مشكلة في الجنس، ليه لازم مصمم يعمل استعراض في أكبر ميادين في كل البلاد عشان طب ده لو مريض، المريض يروح يدور على علاج. المريض مش بيستعرض مرضه ويقول أنا مريض، لا ده مش مرض، ده مرض مرتبط بالشر، ده لو هو مرض يعني. فلا، ننبه ولادنا أنه التعاطف والحب حاجة، أنا بحبه كإنسان لكن مش بحب سلوكه ولا بحب فكره، ولازم يكون. وفي نفس الوقت الحق زي ما تفضل الأسيس فايق وقال، نعلن الحق بحسب كلمة الله. المغالطات النهاردة كتير حد الأسيس، الناس مثلا في جو المغالطة عايزين يصدروا ربنا للناس في صورة ان هو المسؤول عن الخراب وعن التدمير، اي مشكلة اي حادثة، لا مش العالم، مش هم المسؤولين. فعايزين برضو واحنا في المغالطات دي ننبه ولادنا وننبه العالم، لا يا جماعة خلي بالكم في فرق بين الفعل والنتيجة. اللي بيحصده العالم ده نتائج مش فعل، والله في النتائج ما يقدرش يقف متفرج يعني، لا لازم يتدخل ويمنع النتيجة، ما النتيجة انت اللي عاملها. ما يزرعه الإنسان القانون الإلهي إياه يحصل، لكن العالم عايز يعمل إيه؟ يزرع الشر والله يمنع. لا مش هيمنعه، مش هيمنعه، لأن ادانا الإرادة الحرة إن إحنا نفرق ونفهم هل ده صناعتنا إحنا ولا صناعة الله. برضو من المغالطات ربط دور الله إنه الله هو المسؤول عن الخراب وهو اللي لازم يمنع الخراب، وعدم فهم الطريقة اللي الله بيتصرف بيها. الله بيحترم إرادتنا وحريتنا حتى لو كانت ضد فكره ضد عمله، لكن هيجي يوم للحساب علينا. في الآخر حد أسيس أقول في المكالمة الأخيرة، علينا مسؤولية ككنيسة مهمة جدا، علينا نصلي، علينا ننتبه، علينا نوعي أولادنا، نوعي شبابنا، علينا نعلن الحق بصوت واضح، علينا يكون في ندوات وفي أفكار عن الحاجات اللي بتدس النهاردة عند الأطفال الصغيرين، وإحنا مش بندرى في المدارس وفي الحضانات بيتغسل دماغهم بأفكار كلها شر. ده دورنا ككنيسة، والرب يحفظ كنيسة، الرب يعيننا باسم المسيح. شكرا شكرا أسيس يوسف، نشكر ربنا أجل المداخلات، حياة دائما رائعة كالعادة، نشكر ربنا أجلك، ترجع بالسلامة من مصر على بيتك وخدمتك وكنيستك، الرب يباركك. أوكي أسيس أسيس نبيل، الرب يباركك. طبعا النقاط الأخيرة اللي حابب أركز عليها قليلا، أنه موسى لما شاف الشعب متعري وعم يعبدوا العجل، العجل بعد ما الرب أخرجهم من مصر بيد قوية، وفرعون طبعا الرب أدب فرعون ودانه، وكان يعني طبعا عمل الله ظاهر جدا جدا. طبعا موسى أوصى بأنه لازم يعني يتأدبوا القوم الذين فسدوا بهذا الشكل، لئلا جرثومة الشر تزداد في تلك الأمة التي خرجت من مصر لتكون أمة للرب، وسموهم الرب شعب الرب. فهل هل نستطيع أن نقول أنه لابد من، يعني أنا طبعا بؤمن بهذا الكلام بس أنا حابب أسمع من حضرتك، لابد من استئصال جرثومة الشر، ويبدو أنه العالم الذي نحن فيه مش يعني غير قابل للإصلاح، إيه رأي حضرتك؟ يعني إحنا أفتكر نوهنا أكثر من مرة أنه العالم بيزداد سوء في طريقه للقضاء على نفسه وإنزال عدالة الله وقضاء الله عليه، لكن إحنا علينا نحن نخلي بالنا من نفسنا، مش هنقدر نغير العالم اللي حوالينا، لكن نقدر نتحكم في منهج حياتنا وفي تعليمنا في سلوكنا في يعني وإلا يعني إيد الرب ممكن تتمد، زي ما بيقول بطرس أنه القضاء بيبدأ من بيت الله. لو هنسمح لأي أمور من هذا القبيل تتسلل فيما بيننا، كأننا بنستحضر يد الله للقضاء داخل الكنيسة، داخل بيت الله نفسه. فعلينا نكون يقظين وصحيين مستنفرين، وزي ما بقول بولس كده في نفس الرسالة اللي حضرتك اقتبست منها في أصحاح 3، الرسالة الثانية بيقول في الأصحاح اللي قبله، اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا
لا يخزى سوري عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. فإحنا نقدر we can control what we do، نقدر نضبط أنفسنا ونعيش بحسب زي ما بيقول نسلك كما يليق بالدعوة ونعيش كما يحق الإنجيل المسيح. موسى قال للشعب تقدسوا تطهروا يا حاملي آنية الرب تقدسوا. وفي العهد القديم طبعا الرب كان لازم يجري القضاء ويخلي موسى يدعو الشعب إن هم ينقوا أنفسهم ويلفوا على أخواتهم ويتخلصوا من الشر. طبعا دي كانت يعني رسالة حازمة وصارمة كان لازم أنها تحصل. الرب كان لازم يستأصل الشر، زي ما النهاردة السرطان ما ينفعش نتعامل معاه بالباند ايد وبالمسكنات، لازم يستأصل السرطان. فمن وسط حياتنا احنا لازم نكون حازمين وجادين ونستأصل الشر من فيما بيننا، مش بالطريقة طبعا اللي قام بها موسى في العهد القديم. تدابير الله في العهد القديم كانت غير في عهد النعمة. دلوقتي الرب يسوع ليه كل المجد، امتص غضب الله المعلن على جميع فجور الناس في عهدنا. لكن هيجي الوقت طبعا في سفر الرؤيا بنشوف من أصحاح 6 لغاية أصحاح 19 هتنزل ضربات وويلات، 21 ضربة من ختوم وأبواق ووجامات. فنحذر الناس ونقول للناس يا جماعة الحكاية مش فوضى، هيجي وقت هتقفوا قدام كرسي المسيح اللي كان حمل في مجيئه الأول، هيجي كالأسد الغالب عشان يملك إلى أبد الأبدين وهيجري العدل والقضاء على الأرض هنا. وهنختبر وهنعيش ده في يوم من الأيام في المستقبل. لكن دلوقتي إحنا ككنيسة نفضل نكمل المسيرة ونمسك في إيد الرب ونمسك في الحق ولا نزعن للضغوط اللي علينا. يعني الناس اليومين دول اللي كنت لسه عند الهير دريسر من كام يوم، والراجل وهو بيقص لي شعر بيقول لي انت قسيس هيجي يوم يعني هتضطرك الحكومه انك انت تجوز راجلين او ستين، مش كده؟ قلت له لا حبيبي، على رقبتي. يعني صحيح اللي بيضيقوا الخناق علينا عشان يغصبونا ان احنا نمشي في سكه الفساد معاهم، لكن بنعمة الرب هنقف ونستنفر ونمشي ضد التيار بنعمة الرب، وهنقول للشر لا وللخطية لا، ولروح الله أنه يجي يسود علينا ويقدسنا أكتر ويدينا أن احنا نقف وقفة رجل واحد مع بعض ككنيسة. محتاجين نصلي من أجل بعض، محتاجين نمسك إيدين بعض في الأيام الأخيرة دي كخدام وككنائس وكمؤمنين وكمحاضرين بالصبر في الجهاد. الموضوع أمامنا في الأيام الأخيرة، نتكاتف عشان نعلن الحق وما نديش مجال لعدو الخير أنه يعمل ثغرات فيما بيننا أبدا. في اسم يسوع الرب يحمي كنيسته ويوقفنا على أرض صلبة، ونكون منتظرين وطالبين سرعة مجيئه، وله كل المجد إلى الأبد. آمين آمين آمين. الرب يباركك محبوب. خليك معانا بس قليلا، إذا لحقنا كمان ناخد من حضرتك التعليق الأخير. طبعا تعليق قصير بيكون السيس. يعني طبعا حسب ما شايفين نحن أنه قلنا والكتاب يقول، مش نحن نقول، أنه الحالة متردية وما عندناش إلا أنه نحن ننتظر مخلص من السماء. أنا حطيت عندي هالآية، رح نعملها أحبائي، رح نتابع هذه الحلقة بجزء تاني بس بعنوان مختلف، إنه الرب يسوع سينقذنا من الغضب الآتي. طبعا الحالة اللي موجودة هون مش مقبولة وتزداد شر فشر، فيجب أن يأتي المخلص من الخارج وينقذ كنيسته، مثل ما الدولة قبل ما تعمل حروب تسحب رعاياها من البلد اللي رح يصير عليه خراب، فربنا رح يسحب الكنيسة رح ينقذنا من الغضب الآتي. فبيقول السيس هالكلمتين صغار وبدنا نعملهم حلقة في الأسبوع الجاي بنعمة الرب، حلقة عن الرجاء الذي لنا في المسيح. بيقول مثلا الوحي برسالة تسالونيكي الأولى والإصحاح الأول، بيقول أهل تسالونيكي، بيقول لهم أنتوا رجعتم إلى الله من الأوثان، كانوا وثنيين وصاروا مؤمنين، لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء. ابنه هون مش بالولادة يعني بالتناسل، ابن الله الذي يعكس جوهر الله أي المسيح، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه
من الأموات، أي بمعنى قام المسيح من الأموات بجسد البشري، لأنه الله لا يموت، فالمسيح مات بجسد بشري ليكون فاديا لنا. وبيقول الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الوعد واضح قدامنا، نحن شايفين الأحوال متردية جدا، لكن عنا الرجاء، الموضوع أمامنا بطمئن قلوبنا. بس كلمتين أخيرتين والحلقة طبعا الجاي رح نعملها عن الرجاء، الموضوع أمامنا بنعمة الرب طبعا. فإيه رأي حضرتك بالكلم، يعني تقوله بالدقائق الأخيرة بعد معنا 5 دقائق؟ نشكر الرب، نشكر الله أني في كل عصر وفي كل مكان في مؤمنين أمناء، نعم، وفي قديسين. علينا كمؤمنين أننا نتمسك بالحق، نعم، نتمسك بكلمة الله، نعيش كلمة الله ونعلنها. بيقول لوقا الرسول في بداية سفر الأعمال، بيكتب عن جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. والرب يسوع المسيح بيقول لنا إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. يس. والرسول بيقول لتيموثاوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يعني يخلص نفسه من إيش؟ من الشرور. يخلص نفسه من شرور هذا العالم. يس. لأنه هو خلص طبعا، لأنه هو مخلص الأبد. يس. فالمؤمنين علينا أننا نتمسك بالحق، نعيش كلمة الله في حياتنا، ونعلن كلمة الحق، نكرز بالكلمة زي ما بيقول الرسول تيموثاوس، نشهد عن عمل المسيح، نشهد عن عمل المسيح. ونشكر الله أن لينا رجاء، نحن نعلم يقينا أن العالم غير دائم، لكن هذا العالم له نهاية، وإحنا على الأرض مصيرنا هننتهي. ولو كان لنا رجاء في المسيح في هذا العالم فقط لكنا فنحن أشقى جميع الناس. رجاءنا مش في هذا العالم، لكن رجاءنا أننا ننتظر ابنه، ننتظر مخلصا ابنه من السماء، ابن الله الحي، زي ما حضرتك وضحت، ابن الله يعني الله نفسه، الذي يعكس الله، يعكس الله، الله يعكس الله، هو جوهر الله، هو صورة الله غير الموضوع، وهو بهاء مجده كما قال، هو بهاء مجد الله ورسمه جوهري وحمد. احنا ننتظر ابنه من الله الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. هذا العالم احنا سايبينه والشر دخل. الله لمس الحتة دين الأسيس يوسف، الناس بتلوم الله، بتدي مسؤولية وجود الشر على الأرض، بتحملها إلى الله. الله لم يخلق الشر، الله لم يوجد الشر، الله سمح بوجود الشر، وهو يستخدم الشر حتى ده في قدرته وفي حكمته غير المحدودة، يستخدم شرورنا للخير زي ما قال يوسف لإخوته، بيحاول يحولها، قصدتم يعني يحولها للخير. نعم. زي ما قال يوسف لإخوته، أنتم قصدتم لي شرا والرب قصد به خيرا. وزي ما بيقول الرسول في رومية أن بر الله يظهر بمعصيتي، أو بر الله يظهر بشري، الله مجد الله بيظهر ضر، شر يظهر أكتر بر الله. الله في حكمته وفي قدرته بيعمل كده. مصير الشر هينتهي. تعبير حلو في سفر الرؤيا أصحاح 20، بيقول الموت طرح في الهاوية، في هاوية النار. الموت يعني إيه الموت؟ الموت يعني الشر والخطية، لأن بالخطية دخل الموت إلى العالم، بالخطية دخل الموت إلى العالم، بالخطية الموت. الموت هيطرح في بحيرة النار، يعني الشر هيطرح إلى الأبد في بحيرة النار، وهناك في السماء مش هيكون فيه لا موت ولا بكاء ولا صراخ ولا دموع. ليه؟ لأن مفيش شر، مفيش خطية.
كل شيء والكل شيء سيكون جديدا. امين. كل شيء انا بشكر جدا لانه بعد ما يتمنيت هذا هو رجائنا كمؤمنين وعلينا اننا نبشر بهذا الرجاء. امين امين امين. الرب يباركك اسيس، كفيت ووفيت حقيقه، وحلقه مباركه. نشكر رب من اجلك. نشكر رب من اجل الاسيس الفاضل اسيس نبيل. ما عادش عندي الا دقيقه واحده لازم اختم الحلقه. اسيس نبيل الرب يباركك، الا اذا بتحب تقول لي كلمتين صغار قبل ما ودعك. بتحب تقول كلمتين صغار اسيس؟ يعني هو مسك الختام، الايه فضل. اللي ذكرتها حضرتك عن انه الرب يسوع ينقذنا من الغضب الاتي. نعم. وبالارتباط بالحق ده، لان الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص ربنا يسوع المسيح. في المسيح وفي المسيح فقط نجاة من الدينونة والغضب وامتلاك الحياة الأبدية والمجد الأبدي، له كل المجد. مجداً. أشكرك جداً حضرة الأسيس كمان نبيل زخاري والأسيس الفاضل الأسيس فاي إسكندر. نشكر رب من أجل حضراتكم، كفيتوا ووفيتوا. أحبائي طبعاً بعيدة ودائماً بقولها، العالم مضطرب ونحن عارفين أنه العالم مضطرب، والرب سمح نحن نكون كجيل بهيدا الزمن الأخير. فالرب عارف، وهيدي يعني بمعرفته المسبقة حطنا في هيدا الظرف حتى نواجه ظروف الحياة ونشهد عن الرب لآخر لحظة. فطبعا نحن مش خايفين، لو دخلونا سجون مش خايفين، لو متنا مش خايفين، لو شو ما يصير فينا مش خايفين. هاي حقيقة، مش عم نتفحص، يعني مش عم نعمل فصاحة قدام العالم. هاي حقيقة، لأنه الرب عطانا الجرأة في المسيح، نحن أعظم من منتصرين. لكن نحن منصلي أنه العالم يستفيق، على الأقل الناس اللي عم تشاهدنا واللي عم تشوفنا وحبايبنا والناس ومعارفنا، الله يعطي نعمة أنه الناس تستفيق وترجع إلى الله بسرعة قبل فوات الأوان. إذا أغلق باب نعمة الله، الباب أغلق، خلاص راحت على الناس الفرصة إلى أبد الآبدين. ماذا أفعل إذا كنت مش مخلص، مش متأكد أنه الرب حط اسمك أو كتب اسمك بسفر الحياة الأبدية؟ كل اللي بتعمله أنك تآمن بالمسيح الرب الفادي، المسيح الذي أخذ جسد من العذراء مريم المطوبة وقدم جسده الطاهر ذبيحة إلهية على الصليب وحمل اللعنة عنا حتى يحمل خطايانا أيضا حتى يعطينا حياة أبدية. كل اللي بتعمله قل له يا رب أنا بقبل هذا العمل، هذا التدبير الإلهي، كما كان قديما بزمن موسى يقدموا ذبائح عن الخطايا حيوانية كانوا يقدموا، جاء المسيح ليكون هو ذبيحة الذبائح. قالوا يا رب أنا بقبل ذبيحتك وبقبل موتك الكفاري النيابة عني، وبقبل أنك تغسلني بدمك يا رب، لأنه دم المسيح هو لمغفرة الخطايا، واسكن فيي يا رب بروحك الطاهر القدوس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، وهذا الإله الواحد هو مثلث أقانيم. لرب إلهنا كل المجد. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.